بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الأمثال النبوية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا المثل النهاردة بحديث جميل قوي رواه الإمام البخاري من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. بقول كنا قاعدين عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل شجرة. فسيدنا النبي ضرب المثل هنا بالشجرة، بيشبه المؤمن بالشجرة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة: عارفين ايه هي الشجرة دي؟ فيقول سيدنا عبد الله: فوقع الناس في شجر كذا وكذا وكذا. يعني قعد الناس يقولوا ده زي شجرة كذا وشجرة كذا وشجرة كذا، وكل الإجابات كانت خاطئة. بقول: ووقع في نفسي، يعني قلت بيني وبين نفسي كده أنها النخلة، بس ما قلت ده لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخر لما سيدنا النبي لقى الصحابة مش عارفين الإجابة قال لهم: مثل المؤمن كالنخلة. يعني إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل المؤمن هنا بالنخلة، بيشبه المؤمن بالنخلة؟ لأن النخلة طيبة في جميع أحوالها، النخل كله بركة. لذلك في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم نلاقي أن النخلة ذكرت في القرآن 21 مرة، واتذكرت في أكثر من 300 موضع في السنة النبوية في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الشجرة دي كلها بركة. حتى في الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم كالنخلة بركته كبركتها. يعني معناه أن النخلة كلها خير. ولما يجي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه النخلة بيضرب المثل بالنخلة، لأن النخلة في كل أوقاتها لا تأكل إلا طيبة ولا نجني منها إلا طيبة. حتى اللي خارج من النخلة تلاقوا أكله في كل وقت. حتى النخلة نفسها يصنع منها أشياء كثيرة. طب سيدنا النبي بيقرب لي المثل هنا إن المسلم كالنخلة والمؤمن كالنخلة، يعني أينما حل ينتفع الناس به. سيدنا النبي بيقول لك هنا: كن نافعا في أي مكان حللت ونزلت فيه. يعني كن بين الناس صاحب منفعة. سيدنا النبي بيقول لك هنا: قرب من الناس وانزل للناس واجبر خاطر الناس وتعاون مع الناس وكن في عون الضعفاء والمساكين والمحتاجين، بل كن عند المرضى والمساكين، بل كن جابرا لقلوب المنكسرة قلوبهم والمحتاجين. كن مع الناس نافعا، لأن سيدنا النبي قال لنا: خير الناس أنفعهم للناس. والمؤمن المسلم اللي محب ربنا ومحب سيدنا النبي نافع في أي مكان نزل فيه وفي أي زمان حل به، فهو نافع لنفسه، نافع لإخوانه، نافع لمجتمعه. عاوز المؤمن يكون كالنخلة، نافع في أي مكان زي ما علمنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نتعلم من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المنفعة للناس وقضاء حوائج الناس ومساعدة الناس. وإحنا في شهر رمضان، شهر البر والطاعة والغفران، عاوز ربنا يغفر لك. كن قاضيا وساعيا لحوائج الناس، ودي أفضل من شهر اعتكاف في مسجد سيدنا النبي زي ما قال سيدنا النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في رمضان على طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في رمضان على طاعته، وأن يجعلنا نافعين لأوطاننا ومجتمعاتنا ولأنفسنا ولعائلاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.